هذا الفيديو هو الأشخاص الراغبين بجذب هدف السيارة، وبنفس الوقت هو شرح لسيارة تسلا، لأنه كثير أشخاص ما يعرفون شنو سيارة تسلا، يعني الغالبية خلينا نقول. فاللي حاب يتعرف أكثر عن هذه السيارة، هذا الفيديو يشرح عن هذه السيارة. إذا الموضوع ما يهمك، مشرط إنك تكمل الفيديو. سبق في قناتي اليوتيوب شرحت لكم عن قانون الجذب، ممكن ترجع لقناتي اليوتيوب وراح تشوف حلقتين أو ثلاثة عن قانون الجذب، راح تنفعك كل شوية. مختصر هذا الفيديو، إذا كان عندك هدف مهم جدا، يكون عندك لوحة أهداف تعلقها في مكان بحيث أول شيء أنت تشوفه الصبح وآخر شيء تشوفه قبل ما تنام، وعلق صورة. فهذا مثلا هذا المشروع، راح أحطكم رابط هذا المشروع تحت هذا الفيديو. هذه الصورة أنا علقتها في لوحة أهدافي، وكنت دائما أستشعر إن أنا فعلا قاعدة أسوق هذه السيارة. هذه سيارة كهربائية وليس يعني مو على البنزين، على الكهرباء. هنا في أمريكا منتشرة بكل مكان تقريبا، أو يعني بالنسبة لي مهم جدا الحفاظ على البيئة، فلهذا أنا أحبها وأعشقها. فمهم جدا يكون عندك لوحة أهداف وتعلق بها صورة هدفك، وتستشعر مشاعر حب وأمان وثقة ويقين إنه الله وملائكته حيساعدوك في جذب هدفك. الفيديوهات القادمة راح أخذكم جولة حلوة لشرح عن سيارة تسلا، وهي السيارة الذكية. الحلو بيها إنه مثل ما قلت لكم ما تستخدم بنزين، تحافظ على البيئة. ومن بالنسبة لي يعني أنا بالنسبة لي مهم جدا الحفاظ على البيئة. ممكن هذا الشيء ما يهمك، لكن بالنسبة لي أنا هذا الشيء يهمني. فكان من أحد أهدافي هي إنه أخذ سيارة كهربائية أحافظ بيها على البيئة. وصدقني يعني كل ما أنت أرسلت طاقة حب إلى الأرض، أو اهتميت بنظافة الأرض أو نظافة البيئة، فإن الأرض راح تساعدك وراح تدعمك بشكل سحري. عدا ذلك به تقنية السواق الآلي، يعني إنه فقط دقمة تدوس مثل ما حتشوف الفيديوهات وتسوق لحالها بالشارع. فهاي همينة ميزة حلوة أنا حبيتها في هذه السيارة. المهم ركز على أهمية هذا الفيديو، وهو كيف أني حققت هدفي في جذب هذه السيارة. حققت هدفي، علقت الصورة في لوحة الأهداف، وكنت كل يوم، يعني من أقول لك كل يوم يعني كل يوم، أستشعر أنه أنا فعلا قاعدة أسوق سيارة التسلا ومستمتعة بسياقتها، وأتخيل أنه أنا أروح بها المشاوير العادية وأرجع، ويعني كأنما بسوي توافق ذبذبي. لازم تعرف، إذا أنت مثلا على سبيل المثال قرأت كتاب اسأل تعطى، هذا الكتاب كثير شرحت عنه، راح يساعدك في فهم التوافق الطاقي والذبذبي بينك وبين الكون وبين أهدافك. يا جماعة أنا أقول لكم سر، السر في أنه أنت تجذب ما يخاف فصل إعلاني، تجذب أهدافك، هو التوافق الذبذبي بينك وبين هدفك. شلون تكون أنت يعني، شو مثلا إذا أنت عندك هدفك السيارة، إحنا هذا الفيديو على هدف السيارة، أوكي؟ على فكرة أكو فيديو تأمل لجذب السيارة في قناة اليوتيوب، أنصحك ترجع وأيضا بعد أنه تطبق التأمل. لكن لما أنت يكون عندك هدف السيارة، لازم تحدد الموديل، اللون، اسمها، تحدد التفاصيل. مو اليوم تقول أريد سيارة حمراء، تجي الباكر تغير أريد سيارة خضراء، ما يصير. أنت هيك حتشتت الطاقة وتشتت الدبدبات وتضيع السالفة كلها. حدد حدد حدد. أدى ذلك، مو شغلك كيف ومتى وين. مو تقول أوكي أنا أريد مثلا سيارة تسلا على سبيل المثال، بس أنا ما عندي فلوسها، مين راح تجي لي الفلوس؟ مو شغلك. ليش أنا دا أقولكم يعني أقرأ كتاب اسأل تعطى حتى تختصر لي الشرح عن الطاقة والدبدبات والتوافق الدبدبي. والكتاب حاول إنك تشتري، يعني تدفع فلوس. على فكرة يا جماعة، ترى الكتاب مو كتابي، خاف عبالكم أنا قاعدة أسوي له دعاية وماخذ عليه فلوس وما أدري شنو. الكتاب هو لإستر هيكس، أو مترجم باللغة العربية، أو تلاقيه في المكتبات، تلاقيه مثلا بالنسبة لي أكو تطبيق على التليفون أنزله اسمه قارئ جرير، تطبيق حلو، ممكن أنه أنت تنزله في تليفونك وتشتري منه الكتب. مهم جدا أنك تدفع المبلغ الكتاب.
مثل ما تلاحظون ماكو شي، ماكو بالسيارة هنا، أنا ماكو ولا دقمة ولا أي شي، فقط الشاشة. ها هي تحكم السيارة كله من الشاشة في الدشبورد كله فارغ. وهذا تطبيق نزل على تليفونك وتتحكم بالسيارة كلها، وحتى المفتاح شو مكتوب هنا للفون كي. فإذا أنت مثلا ناسي المفتاح فقط بالتليفون تبين تفتحين السيارة، وها هي. سوسة احنا في تجربة سياقة السيارة حاليا في الاوتو بايلوت، يعني السيارة قاعدة تسوق من كيفها. هذا قاعد يشرح لنا عليها، فهذا كله قاعد يسوق من كيفها روعة. لاحظوا هنا الشاشة يبين هنا الشاشة السيارات قدامكم والوراقة، فكلش سيفتي. Is going to have the car actually change freeways for us, so it's going to merge from the 73 to the 55, and it's also going to exit the freeway. Google طبعا التقنية داخل السيارة، هذا كل عن التقنية داخل السيارة من ضمن السيارة. تجربة السياقة الآلية مرة ثانية، طبعا السقف كله زجاج، بحيث يشوفون الغيم الأمام والخلف. حاليا السيارة تسوق لحالها، حرفيا قاعدة تسوق لحالها وتوصل لهاي الخريطة للمكان اللي احنا نريده. بس حددنا الوجهة وهي قاعدة تسوق وحدها للمكان اللي احنا حددناه بالخريطة. فاني قلت له يعني ها كل زين انه اقدر اشغل الطيار الالي واصور سناب شات. حنجرب هسه الاوتو باركت انه السيارة تصف يعني بالبارك اوتوماتيكي. And the car does everything from here. So you asked the question if it just does parallel, right? Yeah, it'll actually do perpendicular as well. Nice. Yeah, so you can do that too if you want. I'll be honest though, this it's really good at parallel. At perpendicular parking, it takes a little long. But it's really cool to see. It is cool. Yeah. تخلص كل شيء وتصبك. وجبناها وجت ويانا، جبناها وجت ويانا، وجبناها وجت ويانا.